السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والعمل اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو مسلسل دي أدي. عاوز أعتذر عن النقطة دي، بس دي نقطة مية، أنا كنت بشرب مية وما أعرفش، يعني حسيت إن أنا محتاج أأجل التصوير لغاية لما النقطة تنشف، وده مش يعني مش ما مش مهطل على نفسي، أنا مش عارف بتكلم في الموضوع ده ليه أساسا. يعني بصوا في مسلسل اسمه دي ادي، مسلسل دي ادي ده بقالنا كتير قوي عمالين نترقبه وننتظره على اساس ان هو مسلسل ديميان شازال، ان ديميان شازال الراجل اللي اخرج ويبلاش واللي اخرج لالا لاند واللي اخرج فيرست مان، واحنا طبعا بنحبه اكتر عشان خاطر ويبلاش ولالا لاند، مشروعه القادم هيكون مسلسل بيرجع بيه لعالم الجاز والمزيكا بعد ما انقطع عنهم قصيرا في فيلم فيرست مان. بس الحقيقه لما قريت شويه عن المسلسل اكتشفت ان يبدو ان ده مش حقيقي 100%، هو بالفعل ليه دور مهم داخل المسلسل لكنه مش مسلسله زي ما بنقول. خلوني كده اوريكم الدنيا فيها ايه. المسلسل عبارة عن 8 حلقات، في بعض المواقع وبعض المصادر بتقول عليه ميني سيريز، وبناء عليه فهو لن يعود، يعني هو الثمان حلقات دول وخلاص. ولكن دايما بنقول لما بيكتبوا 2020 داش ديت يبقى هما سايبينها مفتوحه الله اعلم، ولا أنا لا قريت حاجه بتنفي ان في مواسم قادمه ولا حاجه بتؤكد ان في مواسم قادمه، فاحنا ما نعرفش. ديميان شازال اخرج حلقتين، وهما بالتحديد الحلقتين، اكيد احنا مش عاوزين الاعلانات، لا مش ده هنا، يب الحلقتين الأولى والتانية، يعني هو اللي بيفتتح الموضوع. بعد كده عندنا 3 مخرجين تانيين، كل حد فيهم هيخرج حلقتين. العنصر الوحيد القاسم المشترك زي ما بيقولوا في كل أحداث المسلسل أو في كل حلقات المسلسل هو الكاتب، والكاتب هو جاك ثورن. جاك ثورن هو كاتب تلفزيوني في المقام الأول، هتلاقوا أعظم أو أهم يعني أعماله، ما عندوش، أنا ما أظنش إنه عنده أعمال عظيمة، يعني أهم أعماله هتلاقوها تلفزيونية، بجانب إن هو شارك في كتابة سيناريو فيلم وندر، ولا لا، وحتى ما نقدرش نقول ان هو كتبه بشكل منفرد. فبناء عليه انا حسيت ان مهم ان الناس تبقى حاطه توقعاتها في نصابها الصحيح بخصوص هذا المسلسل. ده مش مسلسل ديميان شازال، وهو برضو من الاخبار اللي انا قريتها مش مسلسل موسيقي، ما هوش ميوزيكال، يعني هو في ارقام موسيقيه وفي فقرات موسيقيه، ولكنه مش كل شويه هتلاقي في واحد من الشخصيات ابتدى يغني اغنيه مع نفسه، مش هو النوعيه دي. وده بالنسبه لي انا مطمئن، واعتقد لناس كتير ممكن تكون الميوزيكلز مش النوعيه المفضله بالنسبه لها، او الافلام الموسيقيه الراقصه اللي عامله الحاجات دي كلها. المهم احنا معانا التريلر، وانا برضو قريت قليلا عن الطبيعه بتاعه المسلسل هحكي لكم عنها. اتمنى التريلر تدينا حاجات برضو نتكلم عنها ونناقشها، وكالعاده التريلر دي انا ما شفتهاش ولا مره، هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره اول ما تعدل، بس ان شاء الله النقطه ما نشفتش، والحمد لله ان انا ما استنيتهاش، كناش هنخلص يعني. ويلا بينا نشوف التريلر مع بعض ونقول يا رب يا هادي. Bonsoir. On est fermé. Hey. I'm here for money. What's wrong with you? How much do we owe? Triple. Your club has debts. Your club has big problems. On a mis tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a dedans. Moi aussi. Focus trop bien. Why do you want to come home? My ego's just New York isn't my home anymore. Yeah, but it's my home. For real, I started some things here and I can't just stop. Suis dans le garage à la maison, une capuche noire sur ma. How would you feel about playing the song that I wrote? What's this? Where are you going? Come on. What is the problem? Nobody's having fun. I'm trying to understand what am I doing here. You are the one who's unprofessional. You don't care. Is involved in something, and I'm worried that they might try and do something. Can't tell the police. No, I can't tell the police if they'll shut us down. You get inside now. On ne peut pas se
permettre d'être mauvais. On peut pas se permettre d'être vite. I really love making music with you. There are people who are depending on that club. This is all I got. You understand? This is it. Wish you sung like that last night. Fuck you. شكرين. طيب يا ستي شكرا. ما عنديش انطباعات خاصة اطلاقا. الموضوع زي ما توقعته هو مسلسل بيدور عن نايت كلوب او مكان للاداءات او للفقرات الموسيقية. اعتقد ان هو ميال اكتر ناحية الجاز في باريس. بيعاني من عدم قدرته على 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 تحقيق دخل, ومعرفش بقى علاقته بالناس اللي جايه عايزين فلوس, ديت نوع من انواع البلطجه ولا ايجار ولا ايه بالظبط, وبعض المعاناه الشخصيه للراجل مدير النايت كلاب دوت وامور من هذا القبيل. يمكن لفت نظري حاجه او حاجتين بس, ما اعتقدش ان التريلر ديت تستحق ان احنا نفصص فيها خالص. انا بضيع وقتكم لو عملت حاجه زي كده. بس في تفصيله او اتنين عاوز اعدي عليهم لانهم بيحددوا امرين مهمين. هل هم جاذبين للاهتمام او للانتباه او حاجه من هذا القبيل؟ ما اعتقدش قوي. اعتقد ان المسلسل ده معمول اكتر للناس اللي بتحب الجاز, اللي بتقدر موسيقى الجاز. لو انت مش من النوعية دي بالنسبة لك هيبقى مسلسل عادي اتصور يعني. فخلوني كده اعدي على النقطة او النقطتين اللي انا عاوز اتكلم عنهم ونتكل على الله. يمكن اهم نقطة على الاطلاق هي ان المسلسل ده منتظر عرضه 8 مايو على نتفليكس. يمكن ده بيشكل العمل الاساسي اللي هيخليه يحظى بقدر كبير من المشاهدات ومن الاهتمام, ان احنا قاعدين في البيت وما هنصدق اي حاجه تنزل على نتفليكس عشان نتفرج عليها. يمكن اللقطه دي من الحاجات الاساسيه, او هي الحاجه الاساسيه اللي كنت عايز اتكلم عنها لسببين. اولا الصوره المحببه, حته الهاي اكسبوجر اللي مش مراعيه ابدا ان الصوره تبقى هاديه او تبقى سلسه او تبقى ناعمه او الامور دي كلها, وده بيقرب الدنيا اكتر للواقع وبيحسسنا بان الاحداث او البيئة اللي احنا موجودين فيها ديت ما هياش بيئة مثالية, وممكن يكون بيرجعنا شوية في الزمن كمان لازمنة سينمائية قديمة شويتين. اتصور ان كل دي انطباعات مقصودة باختيار فلسفة الصورة اللي بالشكل دوت, طبعا ما هياش صدفة يعني. النقطة التانية انتقال الكاميرا اللي حصل ده, يعني بمنتهى البساطة الحتة دي اعتقد ان دي مقصودة برضو, ان هي بتبصلنا ان المسلسل دوت لو انت عاوز تحطه في مدرسة ديميان شازيل فهو اقرب لويب بلاش عن اي حاجة تانية. From Academy Award Winner ديميان شازيل, هل دي جملة في محلها؟ يعني اعتقد اتمنى ان يبقى في توضيح شويه للموضوع ده. هل الراجل ده مشارك في الفلسفه العامه للمسلسل؟ هل المسلسل بينتمي له بشكل اكتر شويه من كونه واحد بيخرج حلقتين؟ يبدو ان الهويه البصريه والفلسفه العامه بتنتمي لاحد اعماله, ده شيء انا محترم وموافق عليه. ولكن ديميان شازيل اصلا ما بين كل اعماله الشهيره يعني ما اقدرش اقول ان في قواسم مشتركه قوي على مستوى الفلسفه الاخراجيه. يعني لقطنا بسرعه ان المسلسل ده ميال شويه للي كان بيحصل في بلاش. تمام, بس هل الرجل ده عنده ثبات وهو مخرج عظيم وكل اعماله عندي ليها قدر مهم جدا او مرتفع جدا من التواصل؟ لا لا لاند ويب بلاش ديت اعمال خاصه جدا. فيرست مان ما اقدرش انكر الانجازات الاخراجيه اللي هو عملها فيه, بس هو يعتبر اقل اعماله في رايي يعني. لكن فكره انك هنبيع المسلسل على انه مسلسل ديميان شازيل, هو لا كرييتر ولا رانر ولا مشارك في الكتابه, وكل الموضوع ان هو اخرج حلقتين. اتمنى نوصل لتوضيح. يمكن الحاجة الاخيرة اللي عاوز اتكلم عنها في التريلر بالنسبة لي هو ان المسلسل على مستوى الابطال, انا معرفش اي حد فيهم من الاسم, عرفت بعضهم او الحقيقة واحد منهم بس بالشكل, هو الراجل ده كان موجود في مونلايت. غير كده انا عن نفسي معرفش حد تاني. الاداءات الموسيقية بتاعتنا هتبقى اداءات هادية, احنا بنتكلم على ستيج صغير, بنتكلم على مزيكا مش بنتكلم على استعراض. المسلسل يبدو من التريلر ان هو هيبقى ناطق باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية, وبعض المقالات بتقول انه هيبقى فيه عربي كمان, لان في كتير من الشخصيات اللي بتمثل فيه من اصول عربية, واعتقد ان ده مقصود داخل سياق المسلسل نفسه. خلينا نفتكر ان احنا بنتكلم عن باريس. باريس اهي لو ما كنتوش واخدين بالكم يعني. جانب عائلي في المعاناة بتاعته كمان, عنده بنت, يبقى الموضوع ضغوط جايله من كل ناحية. ناس بتخرج من بروفات ومن اداءات, ولما بيسأل هي ايه المشكلة الناس بتقوله محدش مستمتع بوقته. اتصور ان المسلسل ده هيكون همه الاساسي هي رحلة البحث عن الشغف. دي ده اسم النايت كلوب. اوكي, ما اظنش الصراحة ان انا عندي حاجة اكتر من كده تتقال عن المسلسل. يمكن المشاهدة التانية بتاعت التريلر خلتني
حاسس بان هو عنده موضوع شويه وعنده احداث شويه وعنده ارضيه للدراما شويه، ولو فعلا بينتمي لاحد مدارس احد المدارس اللي احنا شفناها من ديميان شازيل وهو مشرف بشكل عام على الفلسفه العامه لتنفيذ المسلسل، فده بيكسبه قدر اكبر من الاهميه. بمنتهى الامانه انا من قبل ما اتفرج على التريلر احساسي كان ان انا حدي المسلسل دوت على نسبه الترقب 5/10، بس الصراحة لا، المشاهدة التانية بتاعت التريلر، الفلسفة البصرية، تعدد الصراعات، فكرة ان احنا عندنا موضوع على المستوى الموسيقي وعلى المستوى الابداعي بشكل عام في رحلة البحث عن الشغف وايجاد الرغبة في العمل مرة اخرى في المجال الابداعي، اعتقد ان نسبة ترقبي بتقترب اكتر من 7/10. لو حد عنده معلومات اضافية ريت يساهم بيها في الكومنتس، لو حد حابب يشارك برأيه وانطباعه نسبة ترقبه ياريت يعمل كده في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو، والنقطة نشفت، وباي باي.